السلام عليكم ورحمة الله أخواتي الغاليات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله كما العادة جبت لكم درس جديد للكميمات وكيت العزوين وين فنون، يعني من دوك الدرس المتوسطين ما كبير ما صغير، وكنخدمو مع عقيقة. فيت ليا درت معكم هذا الدرس ديال العقيقة، ان شاء الله نبداو على بركة الله. احتاجو صبرة طبيعة الحال، عقيق، كلشي نمرة 12. نبداو على بركة الله، نجيبو لكم ديالنا. هم هذا كي يكون بحال هكا منبل، اما بالماكينة اما باليد بحال نجيبو الخيط ديالنا، نجيبو عقدة البداية. هاد الشكل هدا نجيبو التوب ديالنا، نتبتو فيه الخيط. كيتخدم هاد الدريس مباشرة بالتوب، بلا ما ديري ديك التحبيكة اللولى، ماشي ضروري. غنديرو زيت حشو واحد المسافة صغيرة، غنخرجو الخيط، غناخدو العقدة ديالنا هاهي نمرة 4 من هدا، ندخلو فيها الخيط بهاد الطريقة، ساهل. نتبتها في التوب، كنطلعو ستة سلسلة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، قلب العمل ديالنا. كنديرو في هاد الغرزة، نغيرتها شوية، شوف هاد ستة سلسلة، كيجيو دابا كندير غزة حشو سلسلة أخرى قدام هاديك الخيط، كيبقى لداخل حتى كنخيطو عليه، ولا كن كنخديه مع الخدمة. كندرو جوج غرز حشو كنقلبو العمل ديالنا فهاد السلسلة ديال ستة سلسلة، كندير فيها عشرة الأعمدة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة مية تسعة عشرة، كنعبرو إلى ميزاننا وكنديرو غزات حشو باش كنتبتو من هنا. كتير هاد الشكل هدا، كتير هاد العقيقة الوسط بحال هكا، باش تكون واضحة ليكم. دابا راه خارجة شوية مع الخدمة، من بعد غادي تكون هاد البلاصتها
غادي نديرو تقريبا نفس الخدمه باش خدمنا واحد الدرس سابق، يعني نفس اللون كنديرو 10 سلسله بلا هذيك باش ثبتنا الخدمه. تبع البيض تاخد الحاسر المغرب شويه كيمحن شويه ونبدا من الكروشي. نحسب الغرازي ديالنا، هادي مكنحسبوهاش، واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة سبعة تمنية تسعة عشرة، تبقات لينا وحدة. ندير وحدة أخرى ونبقاو غاديين نديرو هادي ونديرو قدامها 11 سلسلة. هادي باش لصقنا 12 ونلصقو العقيقة وندورو خدمة على لكم ونرجع معكم. بعد ما كملنا لكم دورنا على الخدمه كما كتلاحظوا هكا هذه تكون الخدمه حتى ما صلحات. ما انا كنزير يدي داكشي اش كتكون الخدمه بحال هكا واقفه مصايبه. المهم بعد ما كملنا اش غادي نديرو، كنخليو مسافه يعني نزيد عمود الغرزة الأولى، ندير عمود ندير جوج سلسلة وحدة كنخليو غرزة نشوف التانية ندير عمود جوج سلسلة نبدا من الكروشي نخليو غرزة نمشيو التانية ولا نخليو عمود نمشيو التاني. المهم نفس الحالة، اللي مازال ما تابونات البنات تابطو ديليا ابوني لايك شي تعليق زوين بحال جاكم زوينين. حنا غاديين على الخدمة ديالنا، درنا بابا أربع الفراغات، واحد جوج تلاتة ربعة، خلينا واحد الفراغ متدخلوش لأن تخدمو بحال هكا تخدمو مزيرة. من بعد راه كتجي مطلوقة ملي كتصلح راه كتجي عاوتاني حاجة تانية. كروشي كيقول ليه مصلح كيقول ليه حاجة أخرى، كيولو من عندنا خمسة الفراغات كنخدمو واحد غرزة حشو كنحسب باش غتكون سخنة، جوج ثلاثة أربعة خمسة غنوصلو نصف دائرة أخرى. أول غرزة كنديرو عمود سلسلة، خلي غرزة نديرو عمود في الأخرى جوج سلسلة، خلي عمود نرجع عمود تاني جوج سلسلة. هادي كيكون التزايد ديالنا، جوج سلسلة خلي عمود شي تاني نرجع عمود جوج سلسلة كيبقى لينا هنا عمود كنشوف آخر عمود كندير فيه عمود كنبقاو غاديين كنخليو
خبزة ونديرو في التانية الخمسة و راس حشو و كنبقاو غادي بحال هكا. نجي دابا أنا نكمل لكم ديما بهاد الخدمة هكا بهاد الفراغات المربعات أو الفراغات و نرجع ليكم خي نكملو الدريس ديالنا. هدنا دورنا المربعات بهاد الخدمة على كوم كامل. غنجيو دابا نديرو السطر الأخير ديالنا. غادي تسوليني البنات علاش كنبدا الخدمة هنايا، يعني لا بقى شي ديفو لا بقى شي حاجة بسيطة، هنا كتكون كيكون الكم مخبي يعني ملي كيتلبس كيكون هنا لتح، يعني ملي كان شي ديفو كيبقى هنا، إلا كان شي سياطة تتوب ولا شي حاجة يعني مهم أي حاجة ماشي هاديك كتخبى هنايا. يعني كنبدا من هنا وكنسالي هنا. عندي غير معلومة نعطيها لكم، غادي نخلي ورزة غادي نجيو مباشرة هاد الفراغ وندير فيه خمسة الأعمدة نجوش ثلاثة أربعة خمسة ندير ورزة حشو فوق العمود كنمشيو الفراغ هو اللي كندير فيه خمسة الأعمدة الخامس خلينا نجي فوق العمود ندير ورزة حشو هو اللي كندير فيه وكذلك خمس أعمدة يعني سهلة الخدمة ديالو الزربة كيتخدم وكيجي زوين. بدون تعقيدات ولا فهمتو يعني سهل بزاف المبتدئات خاصة، يعني المبتدئات تبع معايا الخدمة ديالي كندير شي حاجة تكون يعني سهلة في نفس الوقت كتجي جميلة في الشكل ديالها. العمود الخامس نجي فوق هاد العمود نديرو راس حشو العمود عاوتاني خمسة الأعمدة ديالنا، يعني كل فراغ كندير فيه خمسة الأعمدة، عندنا خمسة الفراغات الفراغ كندير فيه خمسة الأعمدة هكا خمسة قلت لكم ما تخافوش من حيت السبكة مجموعة بحال هكا ملي كتخدم راه كيولي مشدود واقف، خصوصا الا كان الخدمة ديالك مزيرة يديك مزيرة، ومن الأحسن تزيري يديك في الخدمة. كنخلي ورزة وكنمشيو التانية كندير فيها ورزة حشو أنا كندير ورزة حشو في غرزة أخرى كيبقى لينا هنا الغرزة التالتة وهي غرزة يعني واحد مع العمود كنخليو. نتمنى البنات تكون واضحة لكم الخدمة، نعاود معكم واحدة أخرى باش نطول عليكم الفيديو. وحنا درنا الأربعة الخامس ورزة حشو العمود الموالي غنديرو خمسة الأعمدة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة الفراغ التالي عاوتاني نفس الأعداد ديال الأعمدة، يعني راه ساهلة الخدمة ديالو.
يعني كان دي ديك خفيفة في نص ساعة خدمي كوين بجوش. هاتو كيجي زوين. نتمنى يعجبكم هادشي اللي كندير في القناة ديالي وتشجعوني وتابوناو عندي باش ديما نجيب لكم جديد حتى انا نتشجع نخدم معكم نعمل لكم زواقات جداد. تشجعوني ديما نجيب لكم ان شاء الله جديد وخير ما كاين في الكروشي ونتمنى نديرو اعمال يدوية اخرى ان شاء الله هادشي على حسب التجهيزات ديالكم بطبيعة الحال هانتوما لاحظتو كيفاش كيجيو داك كل سميتو كيبريو يعني حاجة زوينة سهلة هاهولكم كلو كيفاش كيجي هادي دابا مصلحة ما والو شوف كي دايره ملي غتصلح راه كما كنقول لكم دائما كتجي روعه شي حاجه اخرى. نتمنى يكون عجبكم الدرس ديال اليوم ان شاء الله ولا عندكم شي استفسار ولا شي اسئله بخصوص الخدمه مرحبا بكم في التعليق انا راه الاشاره نجاوب على اسئله ديالكم. نضرب لكم موعد مره قادمه ان شاء الله في فيديو جديد وأترككم في أمان الله ومع السلامة. والسلام عليكم ورحمة الله.